احنا هنروح لفاصل، بس في الفاصل هنتابع تقرير. التقرير ده عن هواية بقى تانية، هي رياضة وممارسة الدراجات. خلينا نروح نشوف. رياضة الدراجات كيف بدأت ولماذا تحظى بكل الأهمية حول العالم؟ لعل رياضة ركوب الدراجات من أهم وأبرز الرياضات السهلة التي يحرص الناس أو الرياضيون دائماً على الاهتمام بها، نظراً لما تملكه من مميزات أهمها تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على لياقة الجسم بشكل مستمر. وكثيراً ما نجد رؤساء وملوك العالم يعتادون ركوب الدراجات والتقاط الصور التذكارية أثناء ممارسة الرياضة من أجل إيصال رسالة لشعوبهم بضرورة الاهتمام بهذه الرياضة. تاريخياً بدأت رياضة ركوب الدراجات على يد الكونت دي سيفراك عام 1790، وكانت بسيطة جداً وتتكون من عارضة من الخشب تصل بين عجلتين، ولم يحدث بها أي تطور حتى عام 1818 عندما جاءت فكرة للبارون الألماني دريز دي ساوربرون، وهي فكرة العجلة الأمامية القائدة وتركيب مقود للدراجة. الثورة الكبرى في تطور الدراجة جاءت على يد حداد فرنسي يدعى بيير ميشو، والذي اخترع الدواسات وقام بتصنيع هذا الاختراع في عام 1861، وبعد بداية شاقة حتى أنتج 150 دراجة باع الواحدة منها ب 150 فرانكا ذهبا. ومنذ ذلك الوقت لم يتعدى الأمر إدخال تحسينات عليها، فاستبدلت العجلة الخشبية بأخرى حديدية، ثم بعد ذلك أصبح الإطار المعدني مجوفا بفضل جال تروفو، ثم مغلفاً بالمطاط. وأقيمت أول مسابقة رياضية لسباق الدراجات في 31 من مايو عام 1868 في مدار من 1200 متر وبمشاركة 7 متسابقين. وأقيمت المسابقة في إحدى حدائق الضاحية الباريسية سان كلو، وفاز بالسباق البريطاني جيمس مور. وفي الوقت الراهن بمصر كان اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي برياضة الدراجات لافتاً في أكثر من مناسبة، ثم تركيز وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ذلك كرسالة مهمة للجيل القادم بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية. وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تسليم الدراجات التي تدعمها الوزارة ضمن مبادرة بعنوان دراجتك صحتك إلى المواطنين بمركز شباب الجزيرة، حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من المبادرة التي تتبناها وزارة الرياضة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتهدف مبادرة دراجتك صحتك إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطنين من خلال استخدام الدراجات كرياضة ووسيلة انتقال.